تبكيش يا ماما، ما بغيناكش تبكي. بديتش المتتبعين، ربيت فيها بناتي وجبتهم صغار وقلت فيها هو ما تبكيش ما بغيناكش تبكي. السلام عليكم المتتبعين الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، تكونوا فرحانين يا ربي. واش نقول لكم المتتبعين، والله الا موتر هذا النهار هذا بزاف ما عندكمش المتتبعين. الفرحه ديالي الصراحه ما تكملاتش، وكنت غادي ندير واحد الحاجه اللي كتعجب لي المتتبعين بزاف، ولكني صراحه ما كملاتش عليا المتتبعين. كنت غادي نفرح ونخلي ديما راسي فرحان، ونخلي ديما قلبي فرحان معكم، وديما كنبغي نعطي لكم طاقه ايجابيه. عييتي مع الدروج، عييت مع الدروج اللي عييت مع الدروج وقلبي اش نقول لكم المتتبعين. المهم المتتبعين اليوم غادي نعاودو لكم على جينا لهاد الدار اللي كنا ساكنين فيها المتتبعين، راكم عارفين صراحه هاد الدار هادي دوزنا فيها ذكريات. ما نقولكمش المتتبعين صراحه بحال والديا والله، وجبت ليها الوالدين ديالي باش نكمل الفرحه ونكمل سميتو نكمل. ايوا ما توتريش بزاف ماما، ماشي يا صراحه الله تيبه. ايوا كما قلنا لكم اليومي صراحه الدار هذه ربيت فيها بناتي وجبتهم صغار وقلت فيها هو ما تبكيش ما بغيناكش تبكي صراحه الله. وبغيت نجي للوالده ديالي ايوا ما تبكيش قابلها وتجيني حدايا. ماما المتتبعين راه متعلقه بماما لواحد الدرجه راه ما تصوروش صراحه. كنشوفها انا زعما كدير لها شي حوايج اللي زعما قريبه ليها الصراحه ديال الله. باش يعرفوا المتتبعين ماما باللي راه ماما جابت ماماها لهنايا المتتبعين، هي ساكنه بعيده هي، قلت لها شي مشكل امي نقص معاها ندخل عليها ونخرج عليها. ماما فرحات والله، مسكينه قالت لي يا بنتي الا بغيتي نكون مرتاحه نرجع لدارك. اللي مولفه حتى هي كيما ولفتها للدار المتتبعين حتى هي ولفت دارها. البنت بحيت كيكبر خصك دير له خاطرو كيما بغا يكون، تكون زوينه اولا تكون خايبه بصح ماما. وتا انا وربيك امي داكشي اللي بغات الصراحه الله، داكشي اللي قالت لي درتو كانت بغات تجيب جات بخاطرها المتتبعين وبغيتها بقلبي. والبارح قالت لي بنتي الا هداك الله ترديني لداري بغيت، الا جاب الله ما تنموت في داري ما بغيتش نموت هنا. ماما راك عارفه الناس الكبار سبحان الله فين ما المتتبعين يولفوا بحال الدراري الصغار والله. المتتبعين ما نكذبش عليكم بحال فاش كانوا كيهزوا روحي، ما نكذبش عليكم. ما تبكيش يا ماما، ما بغيناكش تبكي. بديتش المتتبعين قلت ماشي المشكل امي حدايا ما قداش دير حتى حاجه. بديت شنقول لك ماما المتتبعين سمحوا لنا والله الا عرفتو. امين. وما تبكيش ما بغيتكش تبكي مع دابا ماما راه ولفاتها هاد الاشهر اللي بقات المتتبعين معاها ولفاتها ديما معنا في الدار كتدي لها الحمام تصدر الدار. وداكشي ان شاء الله ماما اللي درتيه لماماك داكشي داكشي كاع الزوين ان شاء الله راه كلشي غادي يرجع لك الحمد لله. والله القصه ما كنتش عليكم المتتبعين، كنت مرتاحه كنت حيت شي حاجه بقلبي اقسم بالله. الا حيت واحد الامه بقلبي وجبال صدمتني امي فاش قالت لي ضروري انت تحضري لداري. ايوا ماما راك عارفه ولفات تما ولفات المتتبعين في امغاز. الله يخلي لها صحتها الله يخلي لها عيناتها امين. والله يجعل سيدي ربي يجمع الشمل اي واحد بكيت من داكشي اللي كاين. ودابا ما تبكيش خصنا نطلب الضحكه ديالك عاوتاني. ها لقيت الوالده ديالي ضروري نضحك نشوف فيهم نقول
ايوا ما تبكيش ناري المتسبين سمحوا لنا في هذا الفيديو صراحه مؤثر والله رانا شاده التليفون وباغا نقطع لا فيديو المتسبين الا بالفرحه عليا اقسم بالله الا نهار جبتها بحال مشات للحج هذا الوتيره المرا والله باش كنحل الباب حيت حتى المتسبين فاش كانت في امغاز كنا كنمشيو عندها غير في الويكاند فشي عطله فشي يعني هاد الايامات هادي كنا كندخلو عندها بزاف كتجي عندنا بزاف صافي ولفناها نيت وصراحه ديالا ولكن عاود هي ما ارتاحتش المتسبين هنايا راكم عارفين الناس الكبار ولفت تما ايوا انت درتي الواجب انت درتي داكشي اللي واجب عليك شي غادي يثيق شي ما غاديش يثيق وانا اللي ربي شاهد على كل شيء داكشي اللي كاين ماما كنتمنى لكم دخل الوطن وخارج الوطن يتهلاو بالوالدين ضروري ما كيتعوضوش ما كيتعوض لا با لا موي لا حتى واحد ما كيتعوض يتهلاو الناس بوالديهم المتسبين واللي ما عندوش الله يرحمه القليل اولى من الكثير انت المتتبعين ماشي تقول اودي ما عنديش ما خصنيش باش لا داكشي اللي عندكم داكشي اللي كاين ايوا الحمد لله على كل حال المتتبعين وانا جيت دابا غادي نسيب حد الدويره ان شاء الله يا ربي يسمحوا لينا بعدا المتتبعين صراحه الله كان الا اثرناكم بيداتي وبنياتي بيد راسي مقبلي وملي كنعاود لكم بحال كان بحال جلست بحالي انا جلست مع وليداتي ايوا شكرا لكم الله يحفظكم الله يجعل ربي يخلي لكم والديكم فرحانين يا ربي امين يا ربي شوفوا المتسبعين ماما راه جابت جافي جبنا التيت جبنا الكراطا جبنا الصابون جبنا كل شيء ان شاء الله يا ربي كيف ما كتشوفوا الدار راها مع الرحيل المتسبعين والله لقاتها المتسبعين صراحه دابا فيها لا هي نقيه هي نقيه تبارك الله وقلبها حار بصح وهي مازال المتسبعين الحمد لله كتمشى يعني قاده كنعطيوها التحية والله كنمشيو للدار كتقولنا ديما كتبتها بلاتي غندير لكم كطيب كدير كلشي تبارك الله عليها والحمد لله الله يخليها لنا بركة يا ربي ان شاء الله يا ربي شكرا لكم وليداتي يا الله ودابا ندخلو المتسبعين صراحة والله إلا هاد الدار إلا توحشنا شوفو دوزنا واحد الذكريات المتسبعين هانتوما شوفو اليوم الجو كي داير هاد الزنقة وهانتوما ماما راه جبت الصابون لهي وجبت واحد اخر هنا هانتوما انا راني حطيت التليفون كيتشارجو المتسبعين خلاص هنايا البالكون هنايا قلت لهم هنايا الصراحه دوزنا ماما واحد الذكريات كتجلسنا في واحد الدارية المتسبعين كتكون ناسا كتفرج ولا وين ناسا كتكون كنعسا ايوا حتى هي عاوتاني الراحه ديالها ماما عاوتاني صراحه بخصني ديال الفخر الوالده ديالي مع اكبر ومربى كنخرج عندي مرحبا حتى دابا المتتبعين الوالده ديالي فوق عينيا حتى فوق راسي المتتبعين داكشي اللي كاين وان شاء الله اللي بغات واخا نعيدها من قدام ونعطي لها ان شاء الله داكشي اللي كاين حتى حاجه اللي ما بغاتش الوالده ديالي الحمد لله اللي بغاتها نديرها ما بغاتش ما عندي ما ندير بصح تماما المتسبعين راكم عرفتوا العقل ديال الكبار خصك دير له خاطره وخصك سميتو ايوا انتم اليوم ان شاء الله ايوا ان شاء الله ماما يكون غير الخير واليوم ان شاء الله جينا باش غنسيقوا هادشي كامل وانتم معنا في لا فيديو المتسبعين يا ري عمر الماء وحنا معكم يلا يعني وانتم كتشوفوا المتسبعين وبعد ما حكيت وجابين وتيت وسياق راه المتسبعين هنايا راه مسياق فانا سيقت انا ماما كتحك وانا كنسيق غسلنا المتسبعين الشراجم هاد البالكو حتى هو راه مسايق المتسبعين كلشي مسيق هانتوما الى هنايا ماما بقى لينا دابا غير هاد المريح هذا المتسبعين والكوزينه ياك منوره والله الا ما عرفتش واقيلا مي منا راه تت راه شي معاد اكثر واكثر ياك يو العزاز راكم كتشوفوا كل شيء عليكم والحبيبه ديالي ما غاديش تفرط فيها وتجلس حدايا ونصحت ونصني ايوا اش غايدير لوحده ماما كبيره متتبعين والله هذا كيكبر بنادم كيكبر كيولي بحال الغروش
ايوا صراحه داكشي اللي بغات الوالده نقولوا لها داكشي اللي كاين المتتبعين. وشوفوا تقرير البوبي بان المتتبعين صراحه طلع واعر. عرفتوا هانتوما كنسيقوا وكان وكنديروا سبحان الله هما صدقنا هاد البوبي بان فن. راه انا وتيتيش اللي قدينا الله يلا انا وتيتيش اللي قدينا المتتبعين هي كدير الكولا هانتوما شوف شتي اختي نسيتيني هانتوما هاد الباندات خلاص حتى هما راه كنا درناهم المتتبعين تقلو عليهم حتى هو الله اكبر الريح. وهنا حتى هنا المتتبعين راهم سياق سيقنا كلشي كلشي سيقنا هنايا هانتوما شوفوا الارض راه باسكه الى حنا خلاص يلا دابا ما شاء الله دوزات جابيل وبقى لها غير الكراطة ياك ما بالك بغيتي ترجعي لهنايا شفت ماما المتتبعين موحشة هاد الدار ياك ما بغيتي تجي بزاف المتتبعين اقسم بالله الى صراحة هاد الدويرة هادي منورة منورة شغنقول لكم داكشي باش عطيتها الوالدة ديالي العزيز عزيزه عليا كاع الحاجه اللي كتكون زوينه كتبغيوها لوالديكم حتى اي حاجه زوينه كتبغيها لذاك اللي عزيز عليك سبحان الله عليكم. ايوا دابا المتتبعين باش ما نطولوش عليكم غنكملوا ان شاء الله هذا الشيء كامل ونكملوا هذا الشيء ونكملوا معكم باش نمشيو للحمام. راه حتى المتتبعين انا درت واحد الوصفه للشعر انتم راني دايره الوصفه للشعر الا بغيتوا الوصفه قولوا لي راني دايره العكفه ان شاء الله والله راكم عارفين ماما الخريف هذا الشهر هكا سيطيح شي شويه وعادي ضروري بنادم يداوي شويه بنادم يرد شويه البال اه هو انتما شوفوا ديالنا كملناه هاد القادوسه المتتبع صراحه ما تيدوزناش الماء من بعد ما لا صح مولا صار تحت مني كيزدو ولا راه تحتنا لاصال تحتنا لاصال هو فاش ترينيت انا الصغار تيتيش صراحه ايام دازو في هاد الدار والله الا تحيه حتى مولا صار صراحه الله يجعل تدار في الايام والله يسهل على كل شيء وتعامل الجيران مشكل مع اي جار صراحه والله خوتي وخواتاتي راه كنخليهم ورايا راه واخا حنا المتتبعين الزنقه الاخرى راه تنرجعوا عليا تنجلسوا حق الله انا بعدا حتى شفت ماما كنجمع مع حتى شي واحد البنات ما كيجيو عندي حتى شي وحده المهم جبتها في ظهري ما دارت غير ما دخلت حتى لا انا هي اللي عشت هنايا بزاف انا ما كنتبعش ديتها للدار يلا يوان كملو يلا ماما يلا هانتوما راه متتبعين جاونا العزاز ايوا كيف ما كتشوف هاد الفيديو ماما خوات عليكم قلبه والله العظيم كتعاودي غير اللي عزيز عليك مازال هاد القناه ماما ندير لهم شويه ديال الماء هانتوما المتتبعين صراحه دابا الريحه يا سلام صانيفر واو سميتو ايوا المهم خليكم معنا المتتبعين باش ما نطولوش عليكم انتما كتشوفوا المتتبعين ديالي قبل ما كملت ثاني السياق ديالي والله الا عطيت لعاد الدار المتتبعين والله الا كتشعل 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 حنا راه سدينا الشراج مع المتتبعين باش ما تدخل لا غبره لا والو سدينا هنا سدينا عاود لهيه هنا حتى هنايا المتتبعين راه السياق هو هذاك هانتوما ايوا لا ما عندي ما يتسالك دابا ما بقى لنا غير نهزو الشطاطب ديالنا والكراطه ونمشيو بها لنا حالاتنا والله وتابعونا المتتبعين ديالي الله يرضى عليكم الله ينوركم وامكم يا منى راه اعتمد عليكم ما كان حتى على شي واحد كان تعتمد على المتتبعين ديالي والله يرضى عليكم وليداتي الله يحفظكم صلوا لنا في راسكم يصلوا لنا في راسهم ان شاء الله تمشيو الحمام مشاهدينا بحال والله ونوركم سلام عليكم.